شلون اللي بده يصير بهاي المنطقة؟ يصير بالمنطقة والله بس غصب. هذا من المطار مثل قصب الأمريكان. قصب الأمريكان مو قصب الدولة تخصب. معسكر هذا ميدان مرة مشوال معسكر. الأمريكان. والميدان ويضربوا. ونقصوا البنية ونشد. إذا أمريكان دا يرمون. والميدان الرمي بظهره ناس. الحكومة غير واجبها تحمي الناس. هم مسوين ساتر بس الساتر ما 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 يستر هذا الرمي. الرمي جاي يطلع علينا كله. اي وشتر هاي الطفلة الله يرحمها. زين شو مطلبكم عمي؟ شو تطالبون؟ والله مطلبنا نريد يوقفون عنا الرمي ولا نريد نريد ما نريد كل شيء بس يوقفون عنا الرمي. رمي اذانه حيل اذانه. لا فلاح يقدر يطلع بقعته لا ابو حلال لا ابو نسوان ما ادري كل شيء. ما يصير غصب احنا كنا الخت لو جو النخال لو نطب بيوتنا. هاي ايوه هاي العيشة مستمرة دائما؟ ايه دائما من يصير ميدان رمي على طول هاي ما تنقطع. ونشحن من الدولة بكت ترحمنا يشيل هذا الغصب منا على غير مكان تنقله. عندك التاجي عندك نهروان عندك الحصوة اكو صحراء هواية يعني اكو اماكن ترابية هواية. اي هواية يقدر يخليها باماكن ترابية. اي مو؟ اي والله زين القادة الأمنيين العراقيين ما وقفوا يعني بجانبكم ما صدوا الموضوع والله هم جم الناس وخذوا المخطط وراحوا مش مدري ليش يسوون ما يسوون ما أها إيه؟ هسه أنتم صاركم كم يوم ما عندكم رمي لا لا صارنا أربعة اليوم الخامس مو البارحة واليوم يوم صار يوم ما سبب استشهاد زينب بهذا الموقع وقفوا اطلاقه تتصور راح يستمر ايقاف اطلاق النار وينلغي والله ما ندري لو يرجع ما ندري يرجع ايقاف ما نعلم هي الدولة عندها علم هذا الموضوع رئيس الوزراء قائد عام القوات المسلحة هو المسؤول الامني الاول بالعراق شو تطالبون والله شو طالبه وقوف الرمي عندنا ولا ايش عندنا وياه كل شيء بعد حياتكم هنا بسيطة عايشين ببساطة هي عايشين ببساطة ناس فلح اي فلح ما عندنا يعني مشكلتكم بس هاي عندكم اي والله هاي مشكلتنا الحمد لله هاي القرية شو اسمها وشنو القرى المتضررة كم قرية متضررة هنا والله هاي قرية بغرب كلها هاي متضررة هاي عندك قرية الدوقماني عندك قرية التمامة يوم رشيد الحمد لله عاشور عندك الخوابرة البعامر كلها متأذية كلها متأذية اي والله يعني هسه احنا قاعدين بمكان ناس متاذيه بهاي المكان قرابه ال 14 مصابه واكثر. اي. اكو غير قراهم مصابين. اي طبعا اكو مصابه هم مصابه ذاك اليوم ما حد مصاب. حجي ما فكرتوا تشكلوا لكم وفد تطلبون من الحكومه من الدفاع؟ والله على اساس الرفاهي الجماعي يشكلون وفد شو ما اليوم مباشر نتيجه ما.